طيب ماذا عن الألوفيرا أو الصبار؟ خلينا نقول هل ممكن بالفعل يفتح الشعر؟ هلا هو الصبار لانه فيه فيتامين سي فهو مضاد اكسده فهو بيحسن من نواه الشعر اكثر من انه يفتح، فنحن بنضيفه له يحافظ على الهايدريشن على الترطيب اكثر من انه تفتيح. ولكن اذا احنا بدنا ندور على تفتيح بدنا ندور اكثر على الاشياء اللي فيها حوامض كثير، فيتامين سي مثل التركيز القوي بالسيتريك، لانه السيتريك اللي حكينا عنه بالليمون مش بس هو حامض، هو الفا هيدروكسي اسيد. حتى نحن بنستخدمه بالدرماتولوجي بنعمل فيه تقشير خفيف للبشره. من خفيف لحسن. وماذا عن زيت الليمون؟ الزيت زيت كمان كثير منيح اللي موجود بالليمون. كمان فيه نسبه منيحه. سو اذا نحن اضفنا زيوت خفيفه لهيدي الخلطه ممكن نحن نحمي حتى الشعر. لانه تعريض الشعر للشمس هيدا فيه كمان بيسبب جفافة وبيأذي الشعر.